يلا ابدا، اسمك ايه؟ رنا سامي. ايوه رنا، قولي. مبروك الحكايه النهارده عشان نبارك الاخوه المسيحيين. واحنا طول عمرنا عايشين مع بعض، واحنا كلنا اخوات. عمر ما حد هيفرقنا. مش عمر ما حد هيفرقنا خالص. وجايه ابارك لهم. مبروك للكنيسه السيده الكنيسه العذراء. مبروك. وانا عندي صاحبتي في المدرسه كريستينا، دي صاحبتي قوي وانا فرحان لها جدا. مبروك. والنبي انت جميله، انت عسل. مبروك كده يعني.